سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. جيتكم اليوم بفيديو جديد على الكيراتين الطبيعي اللي راهو داير حاله. انا شخصيا عندي عام وتقريبا عام وشويه هكا راني نستعمل فيه، سيد كل الطرق به. سما حنعطيكم رايي الشخصي فيه، حاوليك بعد ما خدمتو كوم تشوفوا كيفاش يولي جال. هذا ماسك ما قلت لكم تاع زريعه الكتان، راكم كاع سامعين به هاو داير حاله، ما كاش كل ما داروش، مي انا حنعطيكم رايي الصريح عليه. تبعوا الفيديو كما راكم تشوفوا. هذا هو كيفاش داير، هكا داير. طريقته كيفاش تخدموا هذا الماسك سهله، دوك نوريه لكم. هاو هكا كما راكم تشوفوا هنا البنات، درت زوج مغارف كبار، هذه زوج مغارف كبار. درت كاس معمر ماء، هذا ما كان ماشي نص لتر ولا كيما ما يديروا، بعد ما عندك ما ديري بها. المهم غير يبدا يغلي كيما هكا، نقصوا له ابتي فو باش يعقد ويولي لكم جال. كما راكم تشوفوا هاوليك الجال بدا يجي، هاوليك عقد لنا تري بيان، والجال هاوليك خرج. لا لا فابور ماشي يبان مليح. المهم هاوليك دوكا طفوا عليه، شوفوا يجيك شغل هكا يتلاصق اللزوجة تاع الصحراء وفي هذا الماسك. دوكا تخلوه يبرد من بعد تصفوه. حاوليك حبيت نوريه لكم قبل ما نعصرو، شوفوا كيفاش قد ما تخلوه قد ما يزيد يعقد. شوفوا شكم تشوفوا، تقول فيه جيلاتين، يعني يولي كجيلاتين، يولي بزاف عاقد. هو وشنو هو هذا زريعة الكتان، علاه دار البوز هكا كاع، علاه ولا هذا الماسك ولا يهضروا عليه بزاف؟ هو لاخاطش معمر بالبروتين، بالطاقة، بالسكر، بالألياف الغذائية، بالكربوهيدرات، الأحماض الأمينية، الفيتامينات، الأملاح المعدنية، غيش معمر 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 بالفوائد. والفوائد تاعو تاع الشعر هو وشنو هو فوائد تاعو؟ هو يساعد على نمو الشعر، اللي عندها شعرها يطيح ولا يفيدها بزاف، خاطش هو اصلا يمنع تساقط الشعر ويمنع لك يعني تكون عندك القشره ولا ينحيها لك. هذا ما كان سينو باش يرطبوا ويرجحوا لك الكيغاتين، زعما يدير لك ليفي تاع الكيغاتين، نو ما كاش منها. هو مام في طريقه استعمال تاعو باش ما تحصلوش، دوك كملوا تبعوا معايا باش تعرفوا كيفاش نستعملو انا. كل خطره نكتشف كيفاش الطريقه المليحه الاستعمال تاعو. شوفوا البنات هذيك لي بافان ديما نستعملها فيه، حطيته هنايا دوك باش نعصرو ونوري لكم واش نزيد نخلط له. هاوليك الماسك اللي عصرتو، هذا يكفيني لارجومون في شعري. هاوليك دوك تشوفوا على حطيته هنايا، لاخاطش ما تقدروش تابليكيوه على شعركم يعذبكم، لازم نعاود نحطه في الميكسور باش يولي خير. دوك هاديك انا قبل ما ندير له بعض الاضافات درتو في وجهي، ديته كيما راهو هكا درتو في وجهي ودهنتو مليح في وجهي ونخليه كي ينشف نشلل وجهي. دوكا باش نستعمله في شعري واش ندير؟ ندير له شويه الزيتون هايليك. اللي عندهم شعرهم في اللي دايرين لي ماش بالياج في الكلاغ ما ديروش زيت الزيتون، زيت الارغان هادو ما ديروهمش، ديروا زيت جوز الهند ولا زيت اللوز ولا واش عندكم. وانا ندير له شويه ماسك اللي نستعمله في شعري، ندي شويه ماسك منه هكا شويه برك ماشي حاجه، ونزيده له هذا ما كان. وهذا كاع نعاود نميكسيه باش نستعمله في شعري. شوفوا دو كيفاش ولا هكا، تقدروا تستعملوه فاسيلمون على شعركم، ساهل ساهل في الخدمه تاعو. بون انا الماسك اللي درتو هذا ما يهمش، ما ديروا اي ماسك تستعملوه، انا درت هدايا وانتوما استعملوا اي ماسك عندكم. طريقه الاستعمال هذا كيفاش تستعملوا على شعركم، هي مليح كيكون شويه مشمخ باش يجيكم ساهل. وتستعملوا شتو كما نديروا الديفريزاج، شغل تكسلوا الشعره بيدكم، تستعملوا فيه تابليكيوه على شعر وتكسلوا الشعره، ومن بعد هذيك تغطوه ببلاستيك ساشي بابي الومنيوم، غطوا شعركم الوقت خلوه زوج سوايع، ساعه ونص زوج سوايع كما شحال حبيتو. المهم ما تخلوهش ينشف في شعركم، الا نشف في شعركم يولي كالحطب، يتكسر يولي كالحطب. هو الوقت انا ما عنديش وقت محدد، تلمو يعني عندي تجربه فيه، عندي نغسلو قبل ما ينشف، لاخاطش غير يقيس الهواء وينشف
ما تقدروش تشلوه وتغسلوه يولي لكم يابس، الفايده تاعو ما تدوهاش مليح. كيما دوك انا ديته في وجهي، راني كشغل دايره ماسك في وجهي مزير، كشغل درت لاغجيل ولا راني نهضر بالسيف لاخاطش ينشف مليح. هذه هي باش لاستيس تاعو باش تستفادوا منه. انا يا سييتو يعني قلت لكم سييتو وحده كيما كان، ما عجبنيش بزاف، سييتو بالزيت ما عجبنيش بزاف. وين خدت نتيجه وعجبني كي نديرلو شويه زيت ونميكسيه ونديرلو اي ماسك يكون عندي ونميكسيه، هذه النتيجه اللي عجبني ونجحت فيه. وشنو تاع يقول لك يرجع لك شعرك كي الحرير ولا داك شغل درتي لاكي غاتينا، هذه ما كاش منها، هي بالتج لازم تستعملوا شحال من خطره باش تلقاو النتيجه. وكاين اللي خرج عليهم وكاين اللي ما خرجش عليهم، مي بهذه الطريقه تخرجوا فيه وينجح لكم ويعجبكم، لاخاطش الطريقه تاع الاستعمال تاعو سهله. وشنو راني نقول لكم ونعاود، ما تخلوهش ينشف في شعركم بزاف، ما يكونش شباب. هذا ما وشحال تستعملوه من خطره. انا باش نقول لكم نستعملوه كل سمانه ولا غادي نكتب عليكم، انا كي تنفح لي نديرو خاطش فيه شي لي زيتاب. وشنو كيكون عندي عرس ولا مناسبه ولا مليح، لاخاطش تحسوا البغوشينغ يشد لكم، تحسوا الشعر ثقيله، هذه الحاجه اللي عجبتني فيه. هذا ما كان ويعطيكم كاع لي فيتامين، قلت لكم راهو غيش بلي فيتامين، تمتصوا كاع الشعرات تاعكم مليح، تحسوا الشعر قوات سينو باش يرجعه لكم رطب. كشغل درتو كيغاتين لا كيف يعني نتوما شحال تستعملوه من اسبوع من خطره، زعما شحال تستعملوه خطره في الاسبوع ولا، هي على حسب المساميه تاع شعركم. راني درت لكم فيديو على المساميه، كاين اللي في عود ما تروح تسقم شعرها زيت هردو، لازم تعرفي المساميه تاع شعرك. الا تديري لي ماسك خطره في سمانه ولا زوج خطرات في سمانه ولا خطره في شهر، سا دي بون على حسب المساميه تاع شعرك. هذا ما كان، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، اللي استعملته ولا خلوا لي كومونتير. الى فيديو واحد اخر في امان الله، السلام عليكم.